قول هذا الذي يعتقد بهذا الكفر والدليل عليه كذا، جيب آيات القرآن اللي بتحكي عن الذين يدعون من دون الله، ما في مشكلة. يعني قصدي هيك بنتعاطى مع بعضنا، أهل الدين هيك مفروض يتعاطوا مع بعضهم. لا ما شاء الله، ما بتروح ولا عند عالم إلا بتلاقي كفر هون وكفر هون وكفر. وتعالى أسس التكفير اللي بنوا عليها إيمانهم، أمراء الحديث بس يقولوا أمير المؤمنين في الحديث، يعني خلص هذا آخر شيء عند إخواننا السنة. أمير المؤمنين في الحديث عند إخواننا السنة يعني لا يرد عليه. هذول بيقول، واحد بيقول منهم إن نسبة الصحيح من الحديث في السنة النبوية في سنة رسول الله الصحيح هو كشعرة بيضاء في ثور أسود. وين الصحيح؟ هذا هو بيقول هيك كبار علمائهم، كالشعرة البيضاء في شو؟ ما أنه ما مشي مثل ما بدك، ما اقتنع بفكرتك، حاول أن يخرج من هذا الموروث بطريقة علمية وقدم أدلته، دغري بتضللوا أو لا بتسكتوا، ممنوع يدرس مثل السيد كمال الحيدري. ناقشوا، إذا أنت صاحب حجة قوية ناقشوا، مش امنعوا من التدريس، العكس هذا إثراء لمذهبك، مع أني يعني بحبش لغة المذاهب، هذا إثراء لدينك. نفس الشيء، مع أني أنا كمان بتفقش معه بكتير من القصص للسيد الحيدري، بس أنه ليش عم تعملوا بالناس هيك؟ نفس الشيء نحن، نفس الشيء غيرنا. أنه عندك نقاش تعال ناقش، بس ما عندهم إلا لغة السباب والشتائم، وهذا دليل أنهم عاجزون عن إعطاء الدليل، ودليل آخر على بطلان ما يعتقدون. اثنين سوا، أنت وقت اللي ما بتناقش وبتكون من العلماء شغلتك تسب وتضلل الآخرين بدون دليل وحجة وبرهان قوي، أنت مبطل في ادعائك أنك محق. هاي فأنت ليك شو عم بيقول الإمام الحسن؟ وفتق مراتق ذهنه وسر ما وجد من الزيادة في نفسه وكانت له ولاية سلطة على ما يعلم. أنا عم قدم لك دليلي، بتقول له أي من القرآن، بيقول لك قال الحديث وكذا، بابا عم بالله بتقول لي حديث، شو بنعمل؟ طيب أنت إذا فتحت بحار الأنوار بكفي؟ ما بكفي. اليوم أكثر خطباء المنابر يفتح بيقرأ وبيضل ماشي، ليه؟ ما بيصير. بدك تعرض على القرآن، تعرض على العقل، عقل أساس كمان، عقل السليم مش العقل المتخلف ولا العقل الخرافي ولا العقل الرجعي ولا العقل الكذا.